أهلا بكم إلى أخبار عمان من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم ومن أبرز العناوين: لتعزيز قطاع الاتصالات في السلطنة، إرساء كابل بحري في منطقة البستان يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا. افتتاح أجزاء إضافية من مشروع ازدواجية طريق جبرين عبري. أسواق السلطنة تشهد حركة شرائية نشطة مع حلول شهر رمضان المبارك. أهلا بكم إلى التفاصيل. تعديلات جديدة أدخلت على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تختص باشتراطات نقل الموظف. جاء ذلك في قرار أصدره معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية. وينص القرار على تعديل المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي تشترط عند نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بتوفر وظيفة شاغرة، وأن تتفق واجبات ومهام الوظيفة المنقل إليها مع الوظيفة السابقة، وعلى أن ينقل بذات الدرجة التي يشغلها الموظف. نجحت السلطنة في إرساء الكابل البحري في منطقة البستان الذي يمتد لمسافة 25,000 كيلومتر ويربط قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا. الكابل الذي تشغله الشركة العمانية للاتصالات عمان تل سوف يغطي احتياجات ما يصل إلى 50% من سكان العالم. في نقل البيانات بعد نجاح السلطنة في إرساء الكابل البحري في منطقة البستان بمحافظة مسقط الذي يمتد لمسافة 25,000 كيلومتر رابطا بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، التي وضعت من مرسيليا الفرنسية نقطة التقائها للقارة قاطبة. يعزز هذا الكابل من منظومة أعمال الجملة في الشركة، بحيث يمكنها الآن أن تكون بحق بوابة الخليج وأيضا بعض دول الإقليم. الشق الآخر أيضا يتعلق بتعزيز يعني قدرة وتجربة المشترك فيما يتعلق بخاصة البيانات، وهو كما تعرفون هو يعني قطاع نامي بشكل كبير جدا. نسبة النمو العالمي كانت 20 ضعف ما بين 2008 و 2015. لم يهدأ بال هؤلاء المهندسين في الشركة العمانية للاتصالات إلا بعد انتهاء الإرساء، حيث سيتم الربط الكامل في نوفمبر المقبل، على أن يدخل مرحلة بدء العمليات في ديسمبر، حيث سيسهم في تعزيز الخدمة محليا والحد من إشكاليات تأخير البيانات بين أطراف العالم، إضافة إلى تخفيض التكلفة. مثل هذه الكوابل الدولية تتطلب ترتيبات دولية مع مجموعة العمل الدولية، وكذلك ترتيبات محلية مع الجهات المختصة والمقرة في إصدار التصاريح قبل إرساء هذا الكيبل، وكذلك ترتيبات داخلية فنية تتطلب لنا تجهيز المسارب الأنبوبية وتجهيز غرفة الأجهزة وما إلى ذلك. فكل هذا تم عمله قبل استقبال هذا الكيبل. 50% من احتياجات سكان العالم في نقل البيانات سيتم تغطيتها عبر الكابل البحري العاشر في السلطنة. ومن خلال إرساء هذا الكابل البحري تبقى السلطنة هي البوابة الأولى في المنطقة لهذا النوعي من الاتصالات، الأمر الذي سيعمل أيضا على نقل البيانات على المستوى الدولي. من منطقة البستان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط. افتتحت وزارة النقل والاتصالات اليوم 12 كيلو مترا من مشروع ازدواجية طريق جبرين عبري أمام الحركة المرورية من منطقة الجبية إلى منطقة القرين، ليصل إجمالي المسافة التي تم افتتاحها من الطريق حوالي 86 كيلو مترا من أصل 90 كيلو مترا. ويشتمل المشروع على العديد من الجسور والأنفاق وقنوات تصريف مياه الأمطار، وسيؤدي إلى تنشيط الحركة السياحية
الصحية والاقتصادية وتسهيل الحركة المرورية بين محافظتي الداخلية والظاهرة وصولا إلى محافظة البريمي. تطرح وزارة النفط والغاز في الأسواق مطلع أغسطس المقبل بنزين من نوع 91. صرح بذلك لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، الذي أوضح أن هذا النوع سيكون بديلا عن بنزين 90 الموجود حاليا في الأسواق. وذكر سعادته أن هذا الطرح يأتي لمواكبة الطلب المتزايد على البنزين العادي بعد تعديل أسعار المنتجات النفطية. يشار إلى أن أنواع وقود السيارات المتوافرة في الأسواق تشمل أيضا الديزل والبنزين الممتاز من نوع 95. مع حلول شهر رمضان المبارك تشهد مختلف أسواق محافظات وولايات السلطنة حركة شرائية متزايدة، حيث يتوافد المواطنون والوافدون على الأسواق لشراء مستلزماتهم من مواد غذائية مختلفة. أسواق محافظة ظفار شهدت هي الأخرى حركة نشطة. تقرير التالي يرصد لنا حركة المستهلكين في أسواق ولاية صلالة. هكذا هي طرقات المحافظة مكتظة بالمركبات وبالمارين على غرار كل شهر من أشهر رمضان المبارك، حيث يزداد الاكتظاظ عام بعد عام بازدياد النمو السكاني وعدد المركبات، ويتعدى هذا الاكتظاظ إلى المحلات التجارية وفضاءاتها، فتقص بالمتسوقين الذين تستهوي بعضهم إن لم نقل جلهم عادة الإفراط في التسوق إلى حد المبالغة وتجاوز كل حدود الضروريات والحاجيات الأساسية. البذير أساسا هو اللي يعني للزيادة على اللزوم، وقلبية هذا الشيء يعني لا يصح في هذا الشيء، الأفضل أن اقتصد في الأشياء. وهكذا هي الرغبات التي تتعدى ما هو ضروري وما هو أساسي. إنها حمى الشراء التي ترهق الجيوب وتورق البعض، ولكن هناك من يكبح جماح نفسه ويضبط حدود إمكانياته ويلتزم بحدود المعقول. تختلف الأكلات باختلاف مكوناتها وطبيعة أعدادها، ولكن تبقى أكلات الزمن الماضي محفورة في الأذهان، خاصة إن كانت معدة بطرق تقليدية. وما أثقل بعض أكلاتنا في عصرنا الحاضر على البطون والجيوب. تزداد الحركة الشرائية بحلول الشهر الفضيل، فهناك من يأخذ قدر حاجته والبعض الآخر يبالغ في العملية الشرائية. سالم بن بخيت العامري، صلالة، محافظة ظفار. وللاقتراب أكثر من أجواء الأسواق معنا مراسلنا في محافظة ظفار محمد بن بخيت الشحري. محمد، صف لنا الأجواء الآن في أسواق المحافظة. أسعد الله مساءكم بكل خير وكل عام والجميع بخير. في الواقع الحركة في محافظة ظفار تشهد حركة شرائية نشطة قبيل رمضان، وهذه الحركة أكيد زادت اليوم بالأعداد كثيرة من المواطنين والوافدين الذين يتوافدون لشراء أقراضهم ومستهلكاتهم التي سوف تكون لديهم خلال الشهر الفضيل. هناك أيضا بالإضافة إلى ما هو موجود هنا في المكان الذي نحن فيه، أكيد الأسواق الأخرى أيضا شهدت هي بدورها أيضا حركة شرائية كبيرة جدا، وهناك أدوار مختلفة من الجهات الرقابية على الأسواق التي تكون تحت ضبطها ومراقبتها. طيب محمد، ما هي أكثر المستلزمات الغذائية التي يقبل عليها الناس هناك؟ بطبيعة الحال الإقبال على المواد الغذائية الأساسية كالسكر والأرز والطحين، هذه مستلزمات أساسية لابد منها.
بالإضافة إلى المستلزمات الكمالية الأخرى التي يحتاجها المستهلك في شهر رمضان الفضيل. أيضا قبل قليل وقفنا مع بعض الذين أتوا إلى لشراء بعض الأغراض للتعرف على كيفية الأسعار، وهل هي مرتفعة هل هي منخفضة. وفي الواقع بعد الجلوس معهم العديد من المواطنين يرون أن هناك ارتفاع طفيف في أسعار بعض الخضروات. طيب مقارنة بالأيام الماضية. محمد، من خلال تجوالك في السوق كيف وجدت ثقافة الاقتصاد في الشراء لدى الأفراد هناك؟ عفوا ما يصل إلي الصوت. من خلال تجوالك في السوق كيف وجدت إقبال الناس وأيضا ثقافة الاقتصاد لديهم من خلال التسوق في السوق؟ بطبيعة الحال الإقبال على السوق إقبال كبير كالعادة. أبناء عمان يعني دائما هم على الأسواق، يرتادوا هذه الأسواق، ومن خلال رصدنا وحركتنا لحركة الشراء حركة كبيرة وإقبال كبير من أبناء المحافظة على شراء المستلزمات لشهر رمضان المبارك. بطبيعة الحال أيضا هناك ثقافة لدى الكثير من المستهلكين بأنه يتم شراء قدر الحاجة قدر الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، بينما البعض الآخر يعني جزء من المواطنين أيضا يشتري بكميات كبيرة. ولكن يؤكد بأن هناك لدى المواطنين ثقافة استهلاكية حول ما يريدونه خلال الشهر المبارك. طيب إذا محمد بن مخيت الشحري مراسلنا في محافظة الظفار، شكرا جزيلا لك. من جانبها أكدت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه جاهزيتها لتكثيف الرقابة على الأغذية وضمان سلامتها خلال شهر رمضان المبارك من خلال تنفيذ الحملات التفتيشية الموسعة على المنشآت الغذائية بمختلف ولايات محافظات السلطنة. وشددت الوزارة على أهمية الذبح في مسالخ البلدية للوقاية من بعض الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان كحمى الكونغو النزفية. وقد أصدرت الوزارة مجموعة من الاشتراطات الصحية الخاصة بالتصريح لإعداد وبيع المأكولات الرمضانية، من أهمها أن تكون المنشأة مرخصة وأن يكون جميع العاملين فيها حاصلين على بطاقات صحية ولا يسمح بالبيع عبر السيارات المتجولة. وقد أكملت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون استعدادها للدورة البرامجية للشهر الفضيل، حيث أعدت باقة متنوعة من البرامج الدينية والثقافية الهادفة. كما ستعرض قنوات إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان أحداث المسلسلات التاريخية والدرامية، فيما سيتواصل المستمعون والمشاهدون يوميا مع برنامج سؤال أهل الذكر. يبدأ تلفزيون سلطنة عمان يوم غد الدورة البرامجية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي تشمل باقة منوعة من البرامج والمسلسلات والمسابقات. ومن أهم البرامج التي يستمر التلفزيون في إنتاجها سؤال أهل الذكر، مستضيفا أهل الذكر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبتقنية رسوم ثلاثية الأبعاد يبث المسلسل الورقي حبيب الله، وهو مسلسل يناقش قصة حياة الرسول الكريم وسيرته العطرة. أما برنامج أوتوغراف من البرامج التي أنتجها التلفزيون لشهر رمضان لهذا العام، وهو برنامج يبرز إنجازات العمانيين في مختلف دول العالم. الفنانة فخرية خميس تظهر بمطبخ رمضاني مع الشيف عيسى في إطلالة مختلفة لمشاهديها. أهالي العمارة ظلمونا وظلموا أمك واتهموها بالسرقة زور وبهتان. وفي مجال الدراما يبدأ التلفزيون بعرض المسلسل السوري خاتون، الذي يحكي قصة حب ملحمية جرت أحداثها أثناء الاحتلال الفرنسي لمدينة دمشق. وتأتي المسابقة اليومية صوغات في 10:30 مساء، والتي تجمع بين التسلية والترفيه والثقافة. وتختتم الباقة البرامجية بالمسلسل الخليجي ساق البامبو، الذي يبث في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل. إذا راشد على حياته ما قعد.
فترتنا الإخبارية مستمرة من مركز الأخبار في تلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون فيها بعد الفاصل. متاحف السلطنة تستقطب 250 ألف زائر في العام الماضي، وأغسطس يسجل أكثر الشهور زيارة. في الأوقات التالية. أشوف حركة قلبي، أشوف شيء ما شابه هذا، أشوف اللي سنين ما نسيته. أنا خويتي أشوف السجين اللي طعنت ظهري قبل سنين ترد اليوم تطعن فادي. نحن جائعون نطمئن عليك. سالفة تبويزات في الفلبين عندكم مسيا تعرف تصلي؟ شاسيا ولا عندك كم؟ نسيتي أمه سوت بخي راشد؟ ساق البامبو في الأوقات التالية. أهلا بكم مجددا. أكثر من 17,190 عقد عملي تعامل معها نظام الترشيح الإلكتروني بوزارة القوى العاملة خلال الأشهر المنصرمة من العام الجاري. وتم تدشين هذا النظام مطلع الشهر الجاري بعد فترة تجريبية لمدة 5 أشهر بهدف توفير خدمة إلكترونية لفرص العمل المتوافرة في القطاع الخاص. نظام الترشيح الإلكتروني للباحثين عن عمل في وزارة القوى العاملة تعامل مع أكثر من 15,190 عقد عمل خلال الأشهر المنصرمة من العام الجاري، حيث تم تشغيلهم في مختلف مؤسسات القطاع الخاص. بدينا نحن من بداية 2006، طبعا كان بداية 2006 العقود، طبعا العمل الفعلي كان في 1/6/2016، لكن طبعا نحن بدينا من قبل كفترة اختبار. طبعا بعد ما لاقى نجاح من الموضوع العقود الإلكترونية واصلت الوزارة، وطبعا بدينا العمل فيه كفعلي من بداية 2016. 15,193 عقد تم تصديق عليه من قبل هذه الوزارة. طبعا هذه العقود الإلكترونية فقط نتكلم، تتحدث عن العقود الإلكترونية من بداية السنة. وتم تدشين هذا النظام مطلع الشهر الجاري بعد فترة تجريبية لمدة 5 أشهر بهدف عرض فرص العمل الشاغرة في القطاع الخاص للباحثين عن عمل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة. ويتيح النظام للباحثين عن عمل الاطلاع على تفاصيل الفرصة المعروضة كالأجر واسم الشركة والمحافظة والعدد المطلوب، ويقوم بإرسال رسالة نصية قصيرة للمتقدم على الفرصة للتأكد من إتمام عملية الترشح بالشكل الصحيح، بينما يشترط على الشركة المشغلة أن تقوم بمقابلة المتقدم خلال فترة لا تتعدى 2 أسبوع من تاريخ تقديم الطلب. الترشيح الإلكتروني طبعا يتم عن طريق الباحث عن عمل والدخول لموقع الوزارة وترشيح نفسه عن طريق نفسه. طبعا هذا خدم كثير من فئة الباحثين عن عمل. يتم عن طريق الموقع أو التطبيق نعمل،
يرشح الباحث نفسه في الموقع، وطبعا هنا خيارات كثيرة يمكن للباحث يطلع عليها كخيار الوظيفة والراتب المعروض للوظيفة وطبعا موقع العمل والامتيازات اللي توفرها هذه الشركة. وحرصت وزارة القوى العاملة على تنويع وسائل التقدم للوظائف المسجلة من خلال الترشيح عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق نعمل للهواتف الذكية ومكاتب تقديم الخدمة في المحافظات، وذلك سعياً لتوفير الشفافية بين الباحثين عن عمل في حق التنافس على الوظائف المتوفرة وتمكين الباحثين عن عمل من اختيار الفرصة الوظيفية المناسبة لهم على مدار الساعة وتكريس ثقافة البحث عن العمل إلكترونيا. 253 ألف شخص زاروا متاحف السلطنة خلال العام 2015، ورجحت الإحصائية زيادة أعداد الزوار خلال العام الحالي مع افتتاح المتحف الوطني الذي تكشف مقتنياته عن تاريخ الحضارة العمانية. شهر أغسطس أكثر الشهور التي يقصد فيها الزوار المتاحف بالسلطنة. إحصائية جديدة أظهرت أن عدد من زاروا العشرة متاحف الموجودة بالسلطنة بلغ 253 ألف زائر، أغلبهم من زوار متحفي أرض اللبان بمحافظة ظفار، حيث بلغ عددهم 32 ألف زائر في موسم الخريف، في حين سجل شهر يونيو العدد الأقل من زوار المتاحف حيث بلغ عددهم 4000 زائر. الإحصائية أشارت إلى أن معدل الزيارات بلغ 60 زائرا لكل 1000 من السكان بمعدل 29 زائرا كل ساعة. فيما تفاوت أعداد الزوار على مختلف المتاحف الموجودة في محافظات السلطنة، إذ بلغ زائر متحف بيت الزبير 15000، أغلبهم قصدوه في شهر فبراير. أما متحف الطفل فقد بلغ عدد زواره 19000، أغلبهم قاموا بالزيارة في شهر سبتمبر. وزار متحف التاريخ الطبيعي 18000، جلهم بشهر مارس، فيما قصد متحف قوات السلطان المسلحة 12000، ومتحف بيت البرندة بلغ من زاروه 7000 شخص، أغلبهم في شهر أبريل. كما زار 1000 شخص كلا من المتحف العماني الفرنسي ومتحف غاليا للفنون الحديثة. أحدث الإضافات لمتاحف السلطنة توج بافتتاح المتحف الوطني الذي يشهد على الأبعاد الحضارية والتاريخية والثقافية باستخدام أحدث التكنولوجيا، ويحوي 7000 مقتنى تكشف عن تاريخ الحضارة العمانية. تأكيدا على استمرار تحملها للمسؤولية الاجتماعية والثقافية في السلطنة، دشنت مؤسسة بيت الزبير الهوية الجديدة التي تضمنت الشعار والموقع الإلكتروني ومجموعة حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي مؤسسة بيت الزبير في التجديد والتطوير بما يتلائم ومعطيات المشهد الثقافي العماني في الوقت الراهن. لم يعد الفعل الثقافي شكلاً من أشكال الترف الفكري والحضاري، فالتنمية الثقافية حتمية اقترنت مع النماء والازدهار. اقتباس من كلمة ألقاها الدكتور محمد بن عبد الكريم الشحيل مدير العام لمؤسسة بيت الزبير في حفل تدشين الهوية الجديدة والشعار والموقع الإلكتروني ومجموعة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لمؤسسة بيت الزبير، وتوديع المدير العام السابق بول دبل داي والترحيب المدير الجديد الدكتور محمد الشحي. أنا أعتقد أن لدينا في عمان رأس مال ثقافي لو أمعنا النظر فيه ودققنا النظر فيه لوجدنا أنه رافد مهم جدا لمنظومة الاقتصاد هذه التي نتحدث عنها في هذين اليومين كثيرا. الاقتصاد الثقافي أحد الرهانات التي تراهن عليها الكثير من الشعوب وكثير من الدول في رفض الاقتصاد وفي الازدهار والنماء والرخاء لتلك الشعوب. فأعتقد أنه نحتاج الكثير من الجهد لتطوير منظومة الاقتصاد الثقافي لدينا. المؤسسة التي أخذت على عاتقها الحفاظ على الثروات الثقافية التي خلدها رجال الماضي ويصنعها شباب اليوم، عكست هذه الفلسفة في هويتها البصرية ذات الطابع البصري الحديث
المعبر عن رؤيتها ورسالتها في المجال الثقافي. فالشعار الجديد سهل التذكر لأنه يحمل واجهة بيت الباغ، وهو المبنى الرئيسي في متحف بيت الزبير. روعي في تصميمه المميزات المعمارية الأخرى بأسلوب يسهم في إبراز التزام مؤسسة بيت الزبير تجاه التقاليد الثقافية ذات الصلة بعالم اليوم المعاصر. طبعاً اليوم دشنا الهوية الجديدة لبيت الزبير، الهوية طبعاً مستوحاة من بيت الباغ. بيت الباغ نقصد به بيت الحدائق، هو المبنى الرئيسي. طبعاً الزائر لبيت الزبير يتوجه مباشرة إلى هذا المبنى. طبعاً تم افتتاحه في عام 1998. الشعار الجديد يحمل طبعاً الهيكل الخارجي لهذا المبنى. أيضاً المبنى هذا فاز في عام 1999 بجائزة السلطان قابوس للتميز المعماري، فاستوحينا الشعار الجديد من هذا المبنى. هذه المؤسسة الخاصة تعمل بشكل تكاملي مع بقية المؤسسات الحكومية الأخرى لدعم الحراك الثقافي بالسلطنة كجانب من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه هذا الوطن. الثقافة هي وجه من أوجه الاستثمار الذي يدفع بعجلة التنمية المستدامة بكل ثبات وثقة في كل دولة. تدشين الهوية الجديدة لبيت الزبير تأكيداً على استمرار تحملها للمسؤولية الاجتماعية الثقافية، مترجمة بذلك الفلسفة التي تبناها السلطنة في أهمية الاستثمار في الثقافة. شيخة بنت أحمد المحروقية من متحف بيت الزبير مسقط. أخبار عمان مستمرة من مركز الأخبار، وننتقل إلى جولة مع أخبار المحافظات ولكن بعد الفاصل. أهالي العمارة ظلمونا وظلموا أمك واتهموها بالسرقة زور وبهتان، خلوها تموت بحسرتها وحرقة قلبها، وكله شهادة زور من شقفت حرمتها. أبوك وأخواتي ناويين يجوا يقتلوكي أنت وجوزك؟ قديش صعبة إن الواحد ينفذ حكم البشر بأقرب الناس. كنت نازل عن الزعاب؟ يا رجال شروا باب ديوان السحابة، كسروا هالقفولة وخربوا الرزق وولعوا العمارة باللي فيها. بده يصير يصير، والروح ما بياخدها غير اللي خلقها. بنتي خاتون، أنا متوري منها ليوم الدين. خاتون في الأوقات التالية. الجزء السادس في الأوقات التالية. بهدف الاطلاع على مشروع المليون نخلة في مزارع محافظة الظاهرة وما وصلت إليه من مراحل متقدمة في زراعة أصناف النخيل والتقنيات الحديثة، زار سعادة رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة مزرعة عبر النموذجية التي تعد باكورة المزارع ضمن مشروع المليون نخلة. على مسار الطريق المؤدي إلى منطقة مسروق تقع مزرعة عبر النموذجية ضمن مشروع المليون نخلة الذي تفضل وأمر بزراعتها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. هناك حقيقة فرص يعني كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نتمنى بعد الانتهاء من هذا المشروع أن يكون لهذه المؤسسات نصيب حقيقة من المشاركة والمساهمة بهذا المشروع.
تعتبر مزرعة عبري من المزارع التي أنشئت في بداية اللي هي 2013 شهر 4 2013، والتي زرعت على مساحة تقدر ب 3,200,000 متر مربع. تروى المزرعة بأنظمة ري حديثة. تضم مزرعة عبري 11,000 نخلة من أصناف الفرض وخلاص الظاهرة وبنارنجة ومجدول، إلى جانب عدد من الفحول التي تحتاجها النخيل. المشروع جيد والمشروع منظم والمشروع به مهندسين عمانيين، والحمد لله النخيل بدت تأتي بثمارها. نتوقع إن شاء الله أن يكون له عائد اقتصادي جيد، لأنه ما شاء الله أصناف المزروعة هي كلها جيدة، مثل ما لاحظتم نوعين من ثمن النخيل المتعارف عليها وهي نوع جيد. ويعد هذا المشروع من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الرائدة بالسلطنة، تعمل على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعمل في المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي والنهوض بعمليات التصنيع والإنتاج والتسويق للتمور العمانية، لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. ومع إطلالة يوليو المجيد ستجود هذه النخيل من طلعها النضيد في أول حصاد لها، لتؤكد على عظمة مكانتها الاجتماعية والاقتصادية. خليفة بن محمد الشماخي من مزرعة عبر النموذجية، محافظة الظاهرة. تموين أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود والأيتام بمحافظة ظفار بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، ذلك ما نصت عليه الاتفاقية التي وقعت بين الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وشركة أوكتال. وتنص الاتفاقية على قيام شركة أوكتال بتمويل شراء مؤن رمضانية لعدد 250 أسرة من أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود والأيتام. وتأتي الاتفاقية في إطار الشراكة المجتمعية ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص. دشنت وزارة الشؤون الرياضية البرنامج الصيفي لهذا العام لمحافظة شمال الشرقية. البرنامج الذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل يتضمن جملة من البرامج التي تستهدف كافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتهدف إلى غرس مفهوم الرياضة لدى النشأ وإكساب المشاركين بعض المهارات في الألعاب المختلفة لصقل مهارات الشباب واكتشاف المواهب الرياضية. مسجد الجامع بولاية إبراء أحد الرموز التاريخية والثقافية التي كانت مقراً لتعليم العلوم الدينية واللغوية. مؤخراً أنهت وزارة التراث والثقافة بالتعاون مع اللجنة الأهلية بالولاية ترميم المسجد. في قرية القناطر بولاية إبراء يقع هذا الجامع الذي كان صرحاً علمياً تخرج منه عدد من الفقهاء والعلماء، فأثروا الساحة العمانية بعطائهم ومؤلفاتهم. هذا المسجد يعتبر من أكبر المساجد في ولاية إبرة ويسمى مسجد الجامع. وعشنا في هذا المسجد، كان صرحا يعتبر صرحا تعليميا، وكثير من أبناء الولاية من اليحمدي حتى نهاية السفالة كانوا يمارسون العلم هنا على أنواع مختلفة. بساطة البناء لم تلغي دقة الهندسة في توزيع المساحات والاهتمام بالصرح الخارجي للمسجد الذي يحتوي على مكان للوضوء من فلج القرية الذي يمر بجواره. المسجد تكون من مقر للصلاة وصرح أيضا ومرافق عامة وبئر يستخرج منها الماء للمسجد للوضوء. عمليات الترميم التي توالت على المسجد منذ مئات السنين لم تنل من تصميمه وعراقته التي تعكس الهندسة العمانية في البناء، حيث تحتوي قاعة الصلاة على عدد من الأعمدة والأقواس وفتحات جانبية ونوافذ صغيرة في أعلى الصرح تسمح بدخول ضوء الشمس إليه. هذا المسجد يعود إلى حقبة تاريخية غابرة تصل إلى 400 عام، وهو خير شاهد على عراقة هذا المكان. من قرية القناطر بولاية إبراء، أحمد بن محمد المعمري،
محافظة شمال الشرقية. فترتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز العناوين. لتعزيز قطاع الاتصالات في السلطنة، إرساء كابل بحري في منطقة البستان يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا. افتتاح أجزاء إضافية من مشروع ازدواجية طريق جبرين عبري. أسواق السلطنة تشهد حركة شرائية نشطة مع حلول شهر رمضان المبارك. وفي ختام نشرتنا نشكركم على كرم المتابعة، وهذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. شكرا لكم، إلى اللقاء.